قد اهتدوا وإن وإذا تولوا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا فزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا نزل ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأ على الناس على مكت وأنزلناه تنزيلا يا الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وقال الرجيم قالوا يا موسى إنا لندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا فقاتلا إنا هاهنا قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم وسلم بما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول العام الفيل لماذا سمي عام ولادتي عام الفيل سمي عام ولادتي عام الفيل لأن الملك الحبشي السلام يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر مصليا على محمد وآله ومن تلم وبعد هذا النام للمريد في النون والتموين والمدود سمعت بتحفة الأطفال عن شقنا المهيد ذي الكمال الجبئة يفع طلابا والأجر والقبول خطبة الثاني جمد الأول في تمسك بتعليم الدين الإسلام الحمد لله الذي نرجوه لكشف الكرب وشدائد عنا الذي أمل العساة ليوم الحساب والعقاب في يوم تكشف فيه الإستار ويتبين فيه من الربح والخسران أمير المؤمنين أبي حسن عمر النقضاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى باب الأفعال ثلاثة كما قدمنا في بعض الفعل ماضي ومضارع وأمر فالماضي ما دل على حدث وزمن مضى وانقضى كضرب وقعد وأكرم وانطلق واستخرج وحكمه البناء على الفتحة الظاهرة فيبنى على الفتحة الظاهرة في ثلاث حالات يا نور العين رسول الله يا نور العين حبيب الله يا نور العين صلى عليك الله زين يا الله يا نور العين رسول الله يا نور العين حبيب الله يا نور العين صلى عليك الله نبي ردت له شمس ضحائي وقد أرى مولى الورى رؤيا تحق بالعينين رسول الله يا نور
حبيب الله يا نور العين، صلى عليك الله وزينه، صلى عليك الله، اللهم صل وسلم وزد يبارك عليه.